الإطار التنسيقي يتحدث عن مفاوضات جارية، لكن لا حلول حتى اللحظة، وما زال الوقت مفتوحا قبيل جلسة الأربعاء المقبلة لإبداء وجهات النظر. ربما الأيام المقبلة ستشي بحلول لإرضاء كافة الأطراف، لكن هل سيعتمد إرضاء كافة الأطراف على ما اعتمده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن لا عودة لخلطة العطار، أم ستكون هناك مواقف أخرى للإطار التنسيقي والتي تتمثل بأنه الثلث الضامن أو الثلث المعطل، وهذا ما حصل في الجلسة السابقة من خلال تعطيل التصويت على منصب رئيس الجمهورية؟ من سينتصر بالنهاية؟ هل سيبقى مقتدى الصدر ثابت بموقفه، أم سيتغير موقف الإطار التنسيقي بالأيام المقبلة وقبيل جلسة التصويت؟